السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عايزين نعمل عجينة تنفع لكل الأغراض، يعني عايزة أعمل منها ميني بيتزا، عايزة أعمل كايزر، عايزة أعمل الحاجات دي، بس في نفس الوقت تكون عجينة كويسة وتسد معايا. طبعا أنا معايا المقادير، كيلو دقيق أهو معانا، مجهزة معلقة ونص سكر ومعلقة بودر وكيس خميرة فورية، تمام. معايا كوبايتين زبادي، معايا كوباية سمنة على زيت الاتنين، معايا معلقتين لبن بودر، تمام. انا عايزة اعمل دلوقتي الاول بالمية الدافية نعمل تيست الخميرة. هي دي المقادير اللي معانا وجاهزين بيها، بس انا عاوزة اعمل تيست للخميرة. هجيب هجيب كوباية مية دافية، تمام، احطها هنا واحط فيها الخميرة الفورية اهي، تمام، معاها الايه المعلقة معلقة ونص سكر على معلقة صغيرة ملح اهو، تمام. وطبعا اللبن البودرة هحط منه معلقة هنا، والمعلقة التانية هضيفها على الايه على الدقيق، تمام. انا عايزة بقى ده التست بتاع الخميرة. احنا دلوقتي عايزين نشوف الخميرة بتاعتنا دي ناجحة ولا مش ناجحة، تمام. انا معايا البودرة اهو، المعلقة اللي قلنا عليها، ومعايا الزبادي جاهز اهو، وعايزه احط كمان، نسيت اقول لكم، عايزه معلقتين خل. طبعا الخميره لسه شغال، ادي معلقه التانيه، معلقتين خل، ومعانا هنا كوبايه السمنه هضيفها، وبالمرة هضيف عليها الزبادي، واديهم بقى ايه تقليبة زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنا مستنيين تيست الخميرة يعلى معانا، فاحنا هنشغل الدقيق عبين ما الخميرة تخلص. المفروض بقى اعجن العجينة دي بحيث ان هي تبقى عاملة زي حبيبات الرمل، تمام. بصوا، عايزاها تبقى شكل حبيبات الرمل.
فكرة العجن ده بيطلع الطاقة السلبية اللي في الواحد، لما الواحد بيكون متضايق أو حصل حاجة ومعرفش ياخد حقه فيها أو مشكلة، خايفة يحصل وراها المشكلة دي، لو رديتي يحصل مشاكل جامدة. قومي عجيني شوية عجين، هتحسي ان الموضوع اختلف خالص، هيطلع الطاقة السلبية اللي عندك وفي نفس الوقت طاقتك، وهتحسي ان انتي ابدعتي وعملتي حاجة كويسة. تمام، العجينة بدأت، الخميرة بدأت اهي كويس. هجيب مية دافية برضو تاني اعجن بيها هنا. هي العجينة دي المفروض هنعمل منها كذا حاجة، يعني كايزر، فينو، بيتزا، الحاجات اللي هي، بس انا حبيت اعمل عجينة معاكو اللي هي لكل الاغراض، يعني مش لحاجة معينة. عايزة اشوف الفوران. هنا بقى بدأت الخميرة تفور، اهي هتبدأ بقى تعلى وتفور اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول الم العجينة عشان اخد عليها بقى الخميرة. عليها بالخميرة ونبدأ بقى نعجن. عجنها وارجع، وهنا كده احنا طبعا شغالين في العجينة اهي بتاعتنا. لازم تحسي ان هي بتدي معاكي، يعني انا ما زودت لهاش حاجة، هي خدت حوالي بتاع كوباية ونص مية وبس للكيلو دقيق. زي ما انتوا شايفين كده اهي العجينة اهي. طبعا هنسيبها تخمر اهو اهي، هنسيبها بقى تخمر
نغطيها ونحطها في مكان دافي اهي، وبعدين ارجع لكم بقى ايه نعملها. وطبعا احنا دلوقتي جايين جبنا العجينة، هي طلعناها من التلاجة زي ما انتم شايفين، بس طبعا انا عملت خليت نحل عشان طبعا جالي ناس، فطبعا دي بقيه العجينه اللي عملت منها خليه النحل. تمام، انا هوريكم طبعا الخليه برضو اهي اهي، بصوا شكلها جميل ازاي. طبعا هنعمل مع بعض تاني زيها. انا طبعا جهزت الحاجات، انا عايزه اعمل حاجات بالعجوه فهحطها بعيد شويه هستبعدها. ده معايا كاتشب وحط عليه مملحات يعني مرقه، وده كاتشب ساده تمام، كاتشب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. وهنا دي جبنه قديمه ودي جبنه رومي، دي حشوات انا هعملها معاكم. طبعا دي حبه البركه وده سمسم اهو، سمسم وحبه البركه تمام. انا حاطه بيضتين صفار بيضتين، وحط عليهم معلقه زيت ومعلقه لبن. عندي فلفل الوان اهو، فلفل احمر وفلفل اصفر، دي جبنه ثلاجه عشان نعمل برضو صنف بيها. دي جبنه رومي اهو، الحاجات هنخليها جنبنا. ده مجهز الزيتون، وده مخللات ليمون مخلل وجزر. طبعا انا جهزت الحشوات اللي عندي اهي كلها على اساس ان احنا ايه هنعمل مع بعض. طبعا الايه العجينه معانا اهي، بصوا انا حطيتها في الثلاجه بقالها بتاع حوالي 5 دقائق كده او 10 دقائق في الثلاجه. طبعا اهي زي ما انتم شايفين، احنا قلنا عايزين عجينه تنفع لجميع الاغراض، فاحنا هنشكل مع بعض اشكال. بس احنا عايزين نعمل ايه مع بعض خليه النحل اللي انا عملتها من غيركم، بس كنت مضطره. دلوقتي معانا قطعه من العجينه اهي، ماشي تمام اهي، احنا هنعملها خليه نحل. ايه طبعا انا عملت خليه نحل اللهم صل على النبي بالشوكولاته، هعمل خليه نحل بالجبنه. يعني هناخد قطع كلها كده ايه دوائر كده صغنونه، وممكن نعملها قرص برضو بالجبنة. يعني ممكن احنا شفنا خلية النحل، بس احنا هنعمل برضو ايه القرص مثلا بالجبنة كشكل برضو، او باتيه. فكل الافكار بتاعتنا هنعملها مع بعض. احنا بنحاول نخلي دوائر العجين كلها يعني تبقى قريبة من بعضها. لو احنا مثلا في بالنا نعمل خلية بالايه بالجبنة، او نعملها بالجبنة الرومي حسب ما احنا عايزين، نعملها زي ما احنا عايزين. مثلا انا بروح عاملة الخلية اهي، العجينة اهي والجبنة بتاعتي اهي، بروح حاطة الجبنة كده واقفل عليها اهي واحطها في الصينية كده اهي، واقفل عليها في الصينية اهي. ممكن برضو نحط لها واحدة قرن فلفل، واحدة حمرة، واحدة كده، يعني حسب راحتنا ايه، لانها جبنة ممكن نحط لها فلفل، في بيحبها بالفلفل وفي لأ، بس ده فلفل عموما مش حامي يعني اهو، بس هيخليها جميلة وليها طعم. تمام اهو، نسيت الفلفل مش معتادة اهو زي ما انتوا شايفين كده.
عايزة اوريها لكم، بس هبعد العجينة. هحط برضو واحدة فلفل اصفر وواحدة احمر وقطعة جبنة. تمام اهو، واحدة فلفل احمر وواحدة اصفر وقطعة جبنة اهو، قطعة جبنة فلفلية 2 حمر وواحدة صفرة. تمام، طبعا هي بتحتاج برضو تخمر شوية كمان، يعني احنا بنعملها وبتحتاج ان هي تخمر، انا سايباها تخمر طبعا فترة كبيرة، بس برضو بعد التقوير ده بتحتاج شوية برضو ترتاح اهو. كده كده هنبقى عملنا الخلايا. لو انتوا عايزين بقى نعملها حاجة تانية بصورة تانية هعمل برضو معاكم. هي دي الصينية اللي انا كنت مجهزاها، عملت فيها الخلية اللي هي اللي عملت فيها الخلية اللي هي بالشوكولاتة دي، الخلية بالشوكولاتة. بصوا بتبقى وحدات صغننة قد ايه، بعد ما تستوي بتكبر قوي وبتبقى بالحجم ده، شايفين؟ طيب هنعملها ازاي لو انا مثلا عايزه اعملها على شكل فطائر؟ طبعا انا اوريكم الفكره بتاعتها. دي هتبقى مثلا انا عايزاها على شكل فطائر اهي، تمام اهي. عشان ما نضيعش وقتكم بس، وايه ونرجع نعمل خلية تاني ونرجع. فانا عايزة اوريكم الفكرة، احنا عملنا الخلية وبنسيبها تخمر. طيب عايزين نعمل فطائر، هي نفس الخلية اللي احنا كنا عاملينها بس بنبططها شوية كمان اهي، زي ما انتم شايفين كده اهي. هحاول ان انا اقربهم صغننه هنا. بصوا اهي كفكره بقى، ان احنا دلوقتي هي فكره نفس الخليه اللي احنا معتادين وبنعملها. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح جايه عايصاها، ده البيض بتاعنا عليه معلقه لبن ومعلقه زيت. تمام اهي، نفس الفطاير الخليه بتاعتنا عملناها على شكل فطاير اهي، محشية جبنة ومحشية فلفل الوان اهو. تمام طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ هروح حاطه حبة البركة كده، برضو فكرة الخلية بالظبط، يعني زي الخلية بس دي هنعملها فطائر متبططة اهي، من نفس كيلو الدقيق برضو هنعمل منه كذا صنف. بصوا اهو اهو، دي ما جالهاش سمسم زي ما احنا كده عملنا. وهنحاول ان احنا ايه نثبت السمسم دوت علشان ما يقعش
لما تعمل قشرة، بصوا شايفين انا قصدي ايه، لما تعمل قشرة انها ايه خمرت، فبيروح السمسم دوت متبحتر او واقع اهو كده. حاولت ان انا ايه ابططه اهو، بصوا بالشكل ده، وهسيبها تخمر بقى. هسيبها تخمر قيمة ايه، حوالي 10 دقايق كده، هحطها هنا جنبنا. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ انا عايزة اعمل كذا صنف وعايزة اعمل كذا حاجة. انا عايزة اعمل بيتزا مثلا. انا دلوقتي جايبة صينية ماشي، وهدهنها بالزيت تمام. جايبة صينية وبدهنها بالزيت اهو ماشي تمام. عايزة اعمل بيتزا، يلا بينا نعمل بيتزا. هجيب بقى قطعة من العجينة اهي، بس انا عايزة اعمل بيتزا برضو، بيتزا صغننة ما تبقاش بيتزا كبيرة. فانا هعمل ايه، تكويرات قد بعضها برضو كده اهو، واشكل منها الايه البيتزا بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل كام واحدة كده. دي هتعمل معانا 2 4 6 تمام. طيب هنكورها كويس اهو، هنكورها كويس ونسيبها هنا 5 دقايق ترتاح اهو. هنكورها تمام اهو، لازم ما يكونش فيها حاجة منعكشة كده اهو. هنعمل 6 ميني بيتزا. طيب تمام اهو، دي صغننة شوية، حاول ازودها اهو. طيب ادي ايه، هنبدأ بأول واحدة، هنحاول نظبطها على قد ما نقدر اهو. ماشي، واحطها في الصينية اهو. ماشي في الصينية. طبعا انا بحطها في الصينية كده، انا عارفة ان هي هتكش تاني، بس لما تبدأ ترتاح هتزيد تاني. هي دي بص برضو فكرة الايه، ان انت تعملي قرص، القرص اللي هي اللي احنا بنعملها برضو هتبقى نفس العجينة. ولو عايزة تعملي برضو فينو ماشي، نفس العجينة تمام. احنا كده عملنا 6 ميني بيتزا وعملنا خلية نحل بالشوكولاتة. طيب عايزين نعمل برضو ونشغل حاجة بالعجوة دي. طيب هنعمل ايه، تعالوا ناخد برضو قطعة من العجين ماشي، معانا قطعة من العجين اهي. انت هتعمليها كده تمام، وناخد العجوة بتاعتنا نعملها على شكل ايه، كفتة ام نور اهي تمام. هنقفل عليها شايفين الشكل معانا اهو، حطينا جوه كفتة ام نور تمام. طيب
عندي السكينة المشرشرة بتاعتي اهي، وابدأ اقطع. شايفين طبعا العجوة جامدة، بس مع السكينة دي لا مش جامدة. تمام. طيب معانا الصينية هنحط فيها. هحاول ان انا اشيل دي، انا بحب البداية مشرشرة والنهاية كمان. ماشي. طيب احنا كده عملنا ايه؟ منين بالعجوة. طيب عايزة اعمل باتيه، عايزة اعمل باتيه بالجبنة الرومي. تمام. طب يلا نعمل الباتيه. اشتري الحاجات بتاعت العجل، بس لحظة الشغل بلقاهاش، كانت مضايقاني والله بتاع العجلة دي اللي هي نشابة العجلة. تمام. انا دلوقتي هعمل باتيه بالشوكولاتة. لا باتيه بالجبن. تمام. ادي معانا اهو. طيب عندي الدوارة فين؟ مش مشكلة اهو. هنعمله ازاي؟ بناخده على شكل مثلثات كده اهو. دي ممكن تبقى ايه؟ اتنين. شايفين؟ تمام. طيب المثلثات بتاعتنا اهي. طبعا هي كده عجينة تخينة، هحاول ان انا ابطها وافردها واحط فيها ايه بقى. هحط قطعة فلفل، قطعتين جبنة، واقفل الجنبين اهو. شايفين؟ لا اهو 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 كده عملنا الباتيه. برضو الصينية هتعوز تتظبط. طبعا جهزنا الصينية اهي، دهنتها زيت وحطيتها وحطيت الباتيه. انا عايزة دلوقتي اعمل باتيه بالايه؟ بالجبنة الرومي. طبعا حطيت قطعتين من الفلفل واهو، وادي الجبنة الرومي، وبنلف معاه وبنشد العجينة كده اهو، وبالمنظر ده. طيب ده الطبق جه على العجينة. طيب عايزين نعمل تاني اهو. تسحبي العجينة زي ما انت عايزة، هي عشان بدأت تخمر ف يعني حسها بتقطع. بصوا اهو، وادي بالجبنة اهو اهو. طب انا عايزة بالجبنة القديمة. اهو ادي الجبنة القديمة اهي معانا، واحط لها برضو ايه؟ فلفل الوان كده. شايفين اهو. وابدا ان انا الفها رول كده. تمام. ممكن برضو نعمل حاجة تانية، وممكن نثبت على شكل
على الشكل اللي احنا عاملينه. هنحط مثلا جبنة رومي اهو، نكتر شوية، و لا خليني كده، وقرنين فلفل كده، ممكن نعمل شكل مدور اوريه لكم اهو. احنا طبعا العجينه معانا بنعمل اشكال، انا كنت بصراحه عايزه اعمل كايزر وعايزه فينو وكده، بس موضوع ان حد جه وعملت زودت اهو. بصوا هنعمل كده اهي، نحط مثلا معاها قرنين فلفل كده صغننين، ونقفلها كده اهي. وبرده بقت شكل القطايف بتاعتنا، شايفين شكل القطايف اهي، واتقفلت اهي معانا. خلي 2 قطايف والباقي بتيه اهو. ومعاهم شوية ايه، جبنة رومي مبشورة اهو، ونقفل كده اهو، وتبقى بالمنظر ده اهو. شايفين اهو عملنا كام واحدة بتيه، وهنا عملنا منين بالعجوة، وهنا الميني بيتزا، الميني بيتزا بتاعتنا. طب الميني بيتزا بتاعتنا دي بقى عايزين نعملها ايه؟ احنا طبعا هنبطها تاني، عشان طبعا هنعليها بالحاجات اللي هنحطها عليها اهي. معايا دي صلصة انا حطلها اللي هو الكاتشب بتاعنا، بس حطلها مرق الدجاج عشان تدي حياء الطعم فيها. تمام اهو للبيتزا بتاعتنا. تمام تقريبا كده، مش عايزه حاجه تاني لان العجينه ما كانتش كتير معايا وكله منبهني ان انتي لو عجنتي اعملي بمعيار الكيلو، فطبعا اهو دلوقتي هنحط الفلفل كده زي ما انتوا شايفين الفلفل اهو. انا اي طلبه عايزه امسكه عايزه اخلصه، مش عايزه اخلي حاجه متبقيه. تمام الزيتون بقى اهو، عايزه احط كميه برضو زيتون عشان الولاد مش بياكلوه قوي، فبالتالي هنا هجبرهم ان هم ياكلوه اهو. ده زيتون اللي هو الكلماطه ده. عماله الحاجه تنشفت اصلا لان انا عماله ارتب واحضر، وكل شويه حد يجي بيخبط، قلت بقى برضو هصور اهو. تمام
شايفين شكل البيتزا؟ طيب فاضل ايه بقى؟ في عندي برضو ممكن احط ليمون مخلل كده اهو، برضو يعمل شكل وفي نفس الوقت يعمل ايه، ميكس كده في ليمون وخيار. انا كنت مقطعاه بس كان فريش خالص، بس طبعا استنى حوالي 3 4 ساعات قبل ما اللي بيجي بيمشي اهو. انا كنت عايزة والله اعمل الحاجات دي كلها قبل ما حد يجي عشان ياكلوا منها، لان انا بحب اعمل لكن مش بحب اكل. اهو احط فين؟ قولولي احط فين. بصوا كده اهو، خلاص كده خلصنا. بس كمان اهو تمام اهو، هحاول ان انا برضو احط الجبنة الرومي اهي، القطعة هي عمالة ادور عليها ومش لقيتها وهي موجودة معايا. تمام هحط بقى الجبنة الرومي تدي شكل بقى وفينش في الاخر. كده ايه شبه بنخلص بقى ونسوي وايه. مش بقولكوا عايزه اخلص الاطباق، لازم اخلص الاطباق. تمام. طب عندنا ايه بقى؟ عندنا جبنه، حطي جبنه تدي شكل اهو. هنوزع الجبنه لان انا كنت عايزه اعمل لكم برضو بتاع دي اسمها ايه، خليه نحل برضو بالجبنه، بس ايه عملناها فطائر عشان قلت كفايه من خليه واحده علينا. تمام اهو تمام. من كيلو دي بقى عملنا ايه؟ من كيلو دي عملنا البيتزا دي، ماشي، عملنا الباتيه، عملنا المنين بالعجوة ده، عملنا الفطائر الجميلة دي. بصوا لا وبخلاف كده كمان الخلية النحل دي، يعني بصوا الكميات اللي احنا عملناها ولسه بقى هنعملها ونسويها مع بعض. طبعا البيتزا هي كده خلاص، لكن بالنسبة لدي خلاص برضو تقريبا خلاص كده هدخلهم الفرن، لكن هنا هنحتاج نحط الايه البيض بتاعنا كده اهو. تمام لان انا كل بقى اللي هيفيد ده هروح حطاه على البيتزا. بس انا اخلص الباتيه بتاعنا ده اهو، والمنين برضو هديله اهو كده. تمام كله كده ايه، كله كده عصنوه خلاص. هحاول ان انا ارحل عشان اوريكم. هاجي بقى عند السمسم واروح عامله كده اهو. تمام
بص هنا في ال وفضل يقلب السحلب اهو، هوصل هنا تاني واخد في الايه حبة البركة كده اهو، واغطها هنا واطلع بيها كده. الحاجات دي مفيدة جدا، ولادنا ما بيحبوهاش اللي هي الحبة البركة والحاجات دي، بس بنجبرهم لما بنحطها على العجائن بنجبرهم ان هم ياكلوها. فاكيد دي طبعا الحاجات دي مفيدة، لكن هم مش بيبقوا عارفين ايه اللي لصالحهم يعني، فاهميني؟ اهو طبعا برضو هنا هدي اهو حبة البركة كده اهو، باين ولا ايه؟ شايفيني ولا لأ؟ اهو اهو، والسمسم برضو عشان هولع بقى عليهم الفرن، وايه ارجع لكم بعد ما نظبط التسوية. ماشي كده كده تمام. هنحاول بقى ان احنا ننزل البيض اللي فايض معانا على البيتزا اهو، عشان برضو يبقى مغذي وفيه قيمة غذائية. طبعا بيض مع لبن اهو، وهنزل برضو بالكاتشب، بالكاتشب عليها كده. ده الكاتشب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض اهو، بس انا بحب الازايز اللي هي يعني بشتري الازايز مرة وبعدين بخليها عندي احط فيها كاتشب اللي هعمله ده. بصوا كده كده تقريبا كله اهو خلاص على التسوية تمام. وادي البيتزا، بصوا شكلها بقى جميل ازاي. هروح اسويهم وارجع لكم. وهنا سويت العجائن الكيلو بتاعنا اللي احنا قلنا عليه طبعا، وفتاكل منه كمان. بصوا بصوا شكله اهو اهو، بصوا ده كمان، دي تعتبر هي خلية النحل بس بشكل مبطط شوية، بس طبعا عملتها على شكل قرص. يعني انا حبيت ان يبقى عندنا خلية نحلة اهي بشوكولاتة، ودي خلية نحل بالجبنة بس في نفس الوقت واخدة شكل الفطائر. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عملنا البيتزا 6 قطع ميني بيتزا، وعملنا البتاع اللي كنت بقول لكم عليها، بصوا عاملة زي القطايف، بصوا شكلها جميل ازاي اهو. وادي الباتيه طبعا، الحاجات اهي زي ما انتم شايفين، وكل ده من كيلو دقيق عملناه. اتمنى شغل يعجبكم وتشتركوا معايا وتنوروني في القناة، واشوفكم بخير. باي باي، سلام عليكم.